أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبتها وكذلك صورت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحكب بلابنا يا آيات اللحذنات وصورة ضه كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقصه ورهما يي نبي الله موسى إيا مارتيا لعين كي فرعون هاي كبعدنا. إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقصه ورهمي ننك مركاسي منافقة هاي ومركاسي قون كي سكو نحجري ومرك توراد مارتيا إلهي مناجات كي سأو آذي نبي الله موسى توراد لسوسينا يي أساق بعدي سمركاسي رهير بنو إسرائيل فدنيا يي. Marka موسى سامري يا رجعت بعديسة هاي مركي دبي جل السمية مركاسي أي عابد عين وهاي هذين مت كان وا إلهي نوي كلهن هير بنو إسرائيل. موسى إلهي سوي ما شانون أقوال مامي إلهي وحوله سبحانه وتعالى ميسن أركي نوده وهاس إلهي كدق عيان إنه سن مركاسي واحد جوابه أو سنو سينين وح لرأة يا وح نعفي أنا وحو ليه مدنا بقى أنا الله أرك ثاس أيوده الله سبحانه وتعالى مركا إلهي مركا وحوله سبحانه وتعالى. ولقد حقيقها قال اللهم حوضهي هارون وده إلهي من قبله لمن كان رير بنو إسرائيل هراي وحتى أنسو مريني نبي الله موسى مركو بحاي إنه ولالكي هارون أو خليف وادغي أو أيغا أغغتغي مركا أغغتغي أرنتا نأي سمينا يين وروي كديدين مركا نبي الله هارون إنه نمانكا كان وحان أو كواني أو أشياغي أيا إلهي نوشيغي أو نسيحي إنتا نبي الله موسى وصن صنقنين إنه لحد لين مكا كان. مركا سودة إلهي سبحانه وتعالى ولقد حقيقها قال وهوده اللهم رير بنو إسرائيل هارون من قبل هرود إلهي قبل أن يرجع موسى وي نبي موسى انتو سنسو الله بني كهر يا قوم قوم كيغيو إنما إنك لا تما هنا فتنتم والذي كفدني به عجلك كان وإن ربكم ربقيننا الرحمن والله رحمن كاوي فاتبعوني أنك إصور راع وعبادها الله عبادة إلهي رحمن كعبادي سيقصور راع واضيعوا أمري أمركي غنى أضيعا سيدا سيوق النسيحي إلا أن أيها وحيد هذين هذا إلهكم إله موسى فنسيع وحان مرك إنه سن إله هين أي أشيغيا مرك أسوه حودهي يا قوم قوم كيجيو إنما إنك لا تماين فتنتم والد كفدني به بعبادة هذا العجل دبيغان أدعابو ديسان وإن ربكم ربقيننا ورنتاه الرحمن الله الرحمن كهون حريست عام كان حريست ويه فاتبعوني أنيق الصور هاع عبادي سيقو صور هاع واديعوا أمري أمرك يجنا أضيع برك سيدا سوير مكقاتين لا وحفظنا يسنسيد وضبنا النصيحة وحبكم الدافان غيرو حير هذه نور إلهي لن نفرح أنه كزول مينه عليه على عبادة هذا العجل ويه دي بيجان عبادي سكزول مينه لن نفرح كما زولين عليه كركيسة عاكفينك وكنك إنانا حتى يرجع إلينا انتو نغصو
لابنا يا موسى موسى ونوقص لابنا مركا وحوي النبي لا هارون ومركاس وايرستين وحقرين مركاس وحير هذين لن نفرح أنك كزول مين عليك الكيسة عاكفينك وكل جئنا على عبادتي مقيمين وي حتى يرجع إلينا أنت ونوقص لابنا يا موسى موسى ونوقص لابنا نبي الله موسى مركا وصل لابت مركا وصل لابت إله وحوري قال وحوره النبي الله موسى وبعد رجوعه مركا وصل لابت بعد أيه سيدي مركز عبادة العلم أجرة أنت وصل هذا نمن كاسل هذا لين أيه وحوي عيل وحو كل دعي ولا الكيس هارون ما هي لا نظام كأيا وحوي هاي هذه ضد أي وحص ميان أم ضد رعية وحال على حساب تمام مركهرو قفك مركز مسؤول كه قفك مسؤول كأيا أنت أصل على حساب تمام يا مركك وبدوي مرك الله وحوده سبحانه وتعالى قال وحوده نبي الله موسى يا هارون هارون ما منعك ما حاكره يا بيد وقت رأيت وما أدركتني من كان لالو إن اللومين أو دبعية العجل أي كل لومين الله تتبعني إن هذا إنسان راعي ما هذا قصود بحيسو ويسوله هذه ورنك يلين ما رتيا سداسنا إلهي غير كيسوع بودايا مركز هو داي معناه هو كودا ما منعك من اتباعي ما كاره بي إن هذا إنسان راعدو ود إلهي أدو عروت ودد كان مركز كفري أدل دقالنتو ما كاره بودا ما منعك ما كاره بي إذ وقت رأيت وما أدركت لالو إن اللومين عبادتي سعيد لجان أي كل من الله تتبعني أما يألا الرأس يا الله تتبعني إلى هذا إصرار أفعسيت مياد عاسي صوت هاي هارونو أمري أمر كي ماني أمر كي ياد عاسي صي مركات ضد إلهي غير كيس عابودا ياد إسكاليح جوكت مرك معناه وهو كودا من عقودا محادو كم حيل ديرانين يينات كو انكرتو أفعسيت أمري أمر كي مياد عاسي صي أو أنكالب الله من منكك قال وحو داي هارون يا ابن أمه وده إنه يده يو لا تأخذها قبنن باللحيتي قركيه يا ولا برأسي مدحيه إني أنا وخشيت وحن كعب صدي هدانك صار أن تقول إن أهدو فرقت وادك لجي سميا بين بني إسرائيل غير بنو إسرائيل بين كودا ولم ترقوا مكرا نميا قولي قول كي أنا هذا مركز أساسا أفكره له هاي لقفوا البوحة وهي مركي وحجران فكر كيس مال أيو آدية أزغنا وهو كفي كراي هدو ماشا كتغو إن مركاس وح قصيد دارن ماشا أي كدعان أو ضدك حتى أي كالتغان لإلالين أي مركاسو حويري ولبا النبي الله موسى حناك أيو كولا نعي الواحد أوراد إن الطوري أيو ولالكي سوكو هذا ليري آدي آد أيو مارتا أوقي ربنا النبي موسى هنا كولو لاي مركاسو حوكا قبتا ليري هارون قروينه على ليه جري قروينو اسكالها يتمن وينو اسكو ديسن أيو مركاسو قركي يتمنك أيو كقبصدي أسغو صو جفاي أو مركاسي ku xanaagsan marka hadda arintaas markay dhacday nabi ilaahi haaruun asaguna waa walaalkiis inuu xanaagsan yahay waa u jeedaahe hadalka ayuu u jilciyay markaas uu sheegayaa sida markaas arintu ay tahay ilaahi markaa wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala waa u dhahay qaala wuxuu yiri nabi ilaahi haaruun yabna ummu u dhahay markaas ina hooyadeeyo hadda waxa weeye nabi ilaahi muusa iyo nabi haaruun isku hooyo iyo isku aabay ahaayeen hadalkana marka uu dhahay yabna ummu ayuu leeyahay xaq hooyada ayuu ku jilcinaya meeshaas waxa weeye xikmadda ku jirta culimadu waxay yiraahdeen awlaada markay isla dhalatay waxay markaas isugu naxariis badan tahay xagga hooyada hooyadu markaas aabaha waa ka naxariis badan tahay markay isku hooyay yihiin inta isku hooyadaahu naxariis gaar ay isu sii qabaan oo kuwa kale intood markaas aysan isu qabin ee hadda waxa weeye isku hooyo kaliya inay ahaayeen meesha laga fahmi maayo laakiin raxmada ayaa min jihada u badan hooyada ay u badan tahay hooyadu waa naxariis badan tahay markaas uu dhahay yabna ummu u dhahay ina hooyadeeyo la taakhudha qaban nooda bilixyati garkay garkayu wuxuu qabtaa gacanta bidixda walaa bi raasi madaxiigana qabanno gacanta midigta uu qabtay arad daraadeed maayo qofku haduu xataa dad u caroodo ama meel kale uu ka caroodo waxa laga yabaa arada uu qabo inuu meel kale xataa kula dhaco inni anigu ayuu dhahay haaruun khashiitu waxaan ka baqay hadaan ku soo raaco waxaan hadaan ku soo raaca dhacayso u dhahay in markaasii waxa weeye jamac oo soo raaco oo waxa weeye dadka dibiga caabuda aan ahaynin inay isoo raacaan oo meeshii lagu soo kala baxo inaad markaa tiraadid anta qoola inaad dhahdo muuso farraqta waad kala geysamiya haaruun bayna bani israa'iil reer banu israa'iil baynkooda oo haddana taas aad igu caroodid walam tarqub qawli warkaygana aadan suginba markaa nabi ilaahi muusa waxa weeye hadda ka horna waxaanu ku soo marnay suuratul a'raaf wa iska deeyay walaalkiisa aradi markay ka baaday hadalkaasna uu yiri qofka hadii waxa weeye uu caroodo hadaan aradiisa
لسي دبجلين ولسي دبجلين وهاوي ويسك سو دقايا لكن مشاكل وحاء وفق مركو عرودو إيه دنا عردي مركاسي وهاوي اللوغسي دبجلو عردي اللوغسي بضيو لبعتاك إما كريسوي مرك إلهي وحوده سبحانه وتعالى وحوك سو جيست مركا لنك مارت يا شيطان كهاي أو مارت يا دبجة سمي سامري قال وحوله إلهي النبي الله موسى فما خطبك شأن جاق محوية يا سامري سامري يو معناها شأنك كوجو وعي إن أتسميسه وحكنا أتسميسه حقيقة أرندك كأن تقول هاي بلايك وأرقتي قال وحول النبي الله موسى يقول إلهي أو كده هاي مارت يعني إنك سامري هاي فما خطبك شأن جاق محوية هاي شأنك الداعي إلى ما صنعته شأنك كوجو وعي إن أتسميسه يا سامري سامري يو وحنا أتسميسه حقيقة كاختراعتي أيوده قال وحول هاي سامري بصرت وحالي تسيوده بما شيء لم يبصروا أي سن أرق به ماك معناه هو كذا علمت ما لم يعلموه وحنا نجا عن أقانه ولا وحي صندتك أقولين قال وحول بصرت وحال بصرت وحالي تسي أما عن أركي علمت وحنا أجاده وي بما شيء لم يبصروا به أي سن أجاني فقبلت وحنا سوق هذا ولا قبلة عن توب أيان سوق هذا من أسر الرسول رسولك فرس كيسي قب كيس أيان كسوق هذا فقبلت وحنا سوق هذا ولا قبلة أيان سوق هذا قادت أم بس مارت يا عن توب عرأة من أثي وحيم الله في على بعض ميشن كحد فين من ترابي أسر حافر فرس الرسول ساسو كلوي رسولك جبريل هاي فرس كيسي قب كيسي هاد كيسي أيان عرك سوق هذا ولا فنبت هذا بين وين ردي عردي أو وحوي صورة عجل يقول للدلالي أيان كور ردي فنبت هذا نوان هذي، وكذلك السدا صينا سوالف لي إيزي نيسا نفسي نفتيد، إن أنصاص يلو، أيانا نفتيد إيزي نيسا. وكذلك السدا أيه سوالف لي إيزي نيسا ودهي نفسي نفتيد. مركا sidaas ayaa markaasan ku sameeyo dhay macnaa wuxuu ku sameeyay ayuu markaas u sheegaya waxaan ruux lahayn in ayaan ku riday markaas ayuu wuxuuna wax ruux le waxaan arkay u dhay qoonkaagi inay adiga ka dalbaayeen inaad ilaah u sameysid ana marka naftayda waxay igu sheekayso dhay inaan anigu ilaaha sameeyo oo dadka ilaah u yeelo walmeesha markaas shaydaankaas uu wax ka alifaayo horena saan u soo marnay marka malaa'ikul jibriil ay soo koriye marka uu imaayo faraskiisa meesha uu qoob ka dhigo ayaa meesha saan noola jirtay geed talala haddu ku isa geedkaas waa noola jiray markaas uu cagaar jiray saasay ahad meeshaas uu markaa wuxuu ka fahmay oo ka qaatay oo dhulkina meesha aradina waa ilaashaday meeshaas hadii waxa weeye wax kale oo xayawaan maaratay lagu riday waxan xayawaan ahayn oo jamaadada hadii lagu riday waxaas inuu noolahay sidii bayna noqotay waa la isku fidnaynaayo qowaha uu noqday markaas dibi laxmi iyo jildi iyo dam leh ayuu noqday sidaas markuu dhahay qaala waxa uu dhahay nabiyullaahi muuse suusa saamiri fadhab tag ayuu dhahay dhaxdayna ka bax فإن لك وحا كو سغناداي في الحياة نولش انت نوشاي ان تقول ان ادهد قف كاد ارتو لا مساس استابش ما جرت هبار ايا ماركاسا كو دحاي مادام ما ارتي او سميهي وحيابها سخن او سميهي نبي الله موسى نسيدتن ايو ماركدا او كو هباراي واو دحاي ماركاس معناه هو كو ودا هادلكانو ادو كو سغنانايا انت نوشاي سيدان ان ادهات اها هيسن ويليغا كزويلي ميس نينكي سيدي بو اهاداي سامري ولا راعديي ماركاسو بريغا دولكا بريغا او كقايل أصو دها يلا مساس نبي الله موسى وحو حرم إنا للا ورم ننكاس إنا جهديس لآذين إنا المركاس وحلالا مارك للا معاملون دادك مارك علماء وحير آذين قون كيسي وحاكو باق أهيبالي المركاس حالة داس عذر كاساس وهي إلا الآن دان حتى دادو حالة قيابا إنا يكدن بيانو إنا يحرنتاس أي قبان آياد دان مارك هاد علماء وحير آذين آياد دان وحي أصل أتاي في نهف أهل البدع والمعاصي وهجرامهم وعدم مخالطتهم إن وحوي مركاس لقاه هاجره أو لقطته ضدك مركز أهل البدعة وبدعوينك مبتدعينته إن مركز لقط إيراد هي ضدك أهل المعاصي ده أو هادنا اللي جه هجروده أو أن الوجود در من هاي اللي ضدك هادو ما رتي أتكون درنته وأكون سامينا يا مركز ضدك أسوق أو حاله هوا إن لا يسق إيرالي اللي بهني هاي اللي ضد هوس كجش مركز دم أيقاه كلام نقوليسا قال وحوله النبي الله موسى أو كده سامري فذهب تج أيوه ده كبح لحذينا فإن الله كوه كوسونا أو كودع دونا في الحياة نلاش أنت نلاش هاي أنت قول إن هذا قفك صاد أركته لا مساس استعبش ما جرت هي سود واني إن أتريه مركز سان روس
sheegnay dhulkaas bariga ayuu iska wareegi jiray isagoo haayima hadii waxa weeyo qof oo taabto asagu ama saqaf asaga uu taabto lamadooda waxa ku dhex jiray cudur xumad ayaa ku dhacaysaa markaas waxa weeyo asaguna dadka waa ka qararaya dadkuna way ka qararayaan maxay la mar hadii waxa weeyo arintaas ay dhacdo musiibo aad dhacays dugaagtu iska joog jiray wuxuu culimada qaar waxay yiraahdeen marka waxa la sheegay oo asar soo arortay nabiyullaahi muuse wuxuu hamiyay leeyay inuu dilo ilaa wax lagu dilo waa sameeyay markaas hadda waxa meesha hadda quraanka ilaahi noogu sheegi maayo ninka sidaas in la dilay noo sheegi maayo waxa la yiraahdaa hamiy nabi muuse waa hamiyay inuu dilaaleeyay markaas ilaahi wuxuu ku dhahay hadilina la taqtiltu fa innahu sakhiyun ninkaan hadilin ninkaan nin sakhiya waa marka hadda sakhinimada laftirkeedu hadda qof muumin oo iimaan leh waxay u taraysaa way iska muuqataa iyo maaratay maqaamka ilaahay hadii baada markaas gaalkaas oo sanamka sameeyay oo umadaas baadiyay oo balaayadaas lagu habaareeyba sakhinima haday maaratay badbaadisay qof kasta oo muumin oo waxa weeye sakhi ah saadi aad baa sakhinimadiisu badbaadinaysa marka waxaa loo baahan yahay in maaratay sakh gacanta la furo oo maaratay sadaqada la badiyo ayaa loo baahan yahay waxa ila hadiiska nabiga uu hore calayhi salaam as-sadaqatu maaratay tadfa'u masari'a su' balaayada markaasi soo kadisa oo kadisada ah ayaa sadaqadu daafacda marna waxa uu dhahay nabiga calayhi salaam as-sadaqatu tudfi'u al-khadi'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar sadaqadu waxay maaratay damisa sida dabku biyaha ay u damiyaan dunuubta ay u damisa waxa uu dhahay kala nabiyullaahi muusa wa inna laka waxaa ku sugnaaday saamiriyo mawcidan mawcid cadaabkaaga mawcidkaasoo lan tukhlifu aadan guub yeelaynooda ka ciileynin wa inna laka waxaa ku sunaado dhahay mawcidan mawcid makaanu yabo oo lan tukhlifu aadan maaratay kadib marayn ambaasan aadan guub yeelan lan taqiibo way aadan ka ciileynin oo lagu weyheynin waa qiyaamadi way mawcid ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku cadaabayo ayadna leedahay u dhahay markaas saasoo markaas uu ku tagay markaas markii saas ay dhacday nabiyullaahi muusa wuxuu bireeyay dibigii la caabudayay markaas uu ku dhahay Muuse Saamiri intuusan ka dhaqaaqin waan dur fiiriyow dhahay markaas Saamiriyow ilaa ilaahi ka ilaahaaga fiiri alladii ilaaha soo dalta aad aheeday calay korkiisa caakifan mid ku nigi aad aheeday ilaahaad caabudaysay dadkana aad ku lumisay bal u fiirso inuusan ilaahay inaan ku tusaa waan dur fiiriyow dhahay ilaa ilaahi ka ilaahaaga waadarta dagaaladan wax aan macna ku fadhin ayay maartay caabudayaan oo markaasi balaayo maartay shayaadiina ay ayaguna u siineynayaan oo ay u fadhiyaan meesha oo ay waxa weeye qoriyo xumo qoraan iyo dhagxaan iyo wax baas iyo waxa ay caabudaan iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inta soo nicma ilaahay u sii allee abuuray ayaga oo nicmadaasi oo koonkan dhisay ayaa laga qariyay cilmi nooc ka soo tiknoolojiya iyo wax kasta ayuu gaarood arkayso ayay hadana wax ay gartaan aysan jirin qofkii markaasi rabbiga abuuray aan aqoonin oo koonkan wax uu aqoonin oo markaasi uu maaratay waxa wadaas kala socda hada waxa weeye aqligiisu waa adduunyoon ilaahay wax dana uusan ka lahayn ayaa la iska siinaya laakiin wax aqliyo shaqeeyaa kuma jiro qofka duusan maalkiisa dambo uusan markaas u shaqeysanaynin uusan ilaahay xaqiisa wax ka tadabureynin wax aqliyo lagu sheegi kara male xayawaan markaas waxa weeye ka baliita inum ila kalaan caami balum allahu sabiina wa tawd ilaahay ayagoo waxa soo nicma ahaysta ay hadana waxaad arkaysa wax khafiif ah aqli xun inay yihiin markaas asnaam ay caabudaayaan waan dur fiiri ayuu dhahay ilaa ilaahi ka ilaahaaga alladii ilaaha soo dalta aad aheeday calay korkiisa caakifan mid ku nabi aad aheeday laanu riqannahu waanu gubeyna oo waanu gubeyna u dhahay nabi muuse suma lanaan sifannahu waanu bitinayna fil yami badda nasfan bitin lanu xariqannahu waanu gubeyna oo waanu gubeyna u dhahay suma lanaan sifannahu waanu sayrinayna u dhahay fil yami badda nasfan sayrin baddaanu ku sayrinayna oo hawada badda ayaan burburkiisa iyo maaratay waxa markaas ka yimidayo jikada markaas meeshaas ka timiday waxa soo dhan badan ku firdhinayna hawda sidii uu markaas u sameeyay waa la gowracay waa la gubay markaas waxa weeye bandhad ayaa la firdhiyay markaas marka hadda ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa taala waa u dhahay nabiyullaahi muuse inama in kale tama ina ilaahukum ilaahin waa laga soo baxay marka hadda waxa weeye qisadii maaratay saamiri inama in kale tama ina ilaahukum ilaahin allah allah weeye waa la hadlayaa markaas dadkii reer banu isra ayil ayuu la hadlaaya oo aqliga laga xaday dadkana bani aadamka waxaa la ogaaday waxyaabaha khuraafaadka ah oo baadilka ah oo wax barreed aan lahayn ay u jilicsan yihiin taasi u jilicsan yihiin oo aqligoodu markaas dhankaas aqli shaqeeyaha ma leh waxa ay maaratay u sahlan yihiin waxa xaqqa dadka way ku adag yihiin fahamkoodu fahamkiisuna ku adag yahay markaas u dhahay inama in kale tama ina ilaahukum ilaahin
الله ألوهي الذي الله سوى لا إله لا معبود بحق في الوجود الله حق لو عبد كون كان أو سنجر إلا هو إسقمه وسع وانا واسع هذا الله كل شيء شيء لأرك كل جيسة علما من علم حق علمه تمييز محاول عن الفاعل وي معناه وسع علمه إله علمه يسوى واسع هذا كل شيء واسع هذا وسع وواسع هذا الله كل شيء شيء لأرك كل جيسة علما من علم علمه وحان مارت يا بابا أود عبود إيسان ماهن عبادنا إمام متيس وهذه كاسي اللي تماد مركز هذا عبود إيسان إلهي حول سبحانه وتعالى كذلك صدا صوكرا صدا النبي محمد وقوق صوني قصدة وحيا به مركز النبي الله موسى إيا اللعين كفرعون هاي إيا مارت يا رقي كدن بي موسى سامري إيا ضد مارت وحو سمي قصدة سال الشيقة يا مركز النبي عليه الصلاة والسلام تصليع الوقت لقيا النبي عليه الصلاة والسلام أو صبره إيا مركز معجزوين كيس النبي عليه الصلاة والسلام من البطان إيا مركز أمديس أمة المحمد علم قوض إنه كوزيادو محايا لا بس كالسؤون لو شيقاي وحايا كوزيادة عن علم قينا وعنا كو قرانينا ضدك إلهي أحباب تيسا أيانو كو قرانينا مركاسان وحاوية أيانو جعلانينا عذوق إلهي أيانو برانينا مركاسان وعرونينا سوى حاوية إلهي إنه كوزيادو درجو إيا مركاسي شأن ووين إنه كوزيادو ومقام إلهي إنه كوزيادو محايا لا وحانا دالع سيي ضدك أوائل كهيو ومضيه هرو وحاوية marka waanu kala baranayna kadalika sidaas oo kala u dhahay alle naqus waanu qisoonayna aleeka kaaga sayidka maxamed kaahu min anbaa'i ma shay akhbaartiisa qad xaqiiqaha sabaq tagay oo umadii hore kadalika sidaas oo kala kama qasasna aleeka wi hadhihi alqissa naqus waanu qisoonayna aleeka korkaaga من أنبائي ما شيء أخبارتيس قد حقيقها سبق دقي أو هري أتقي وقد حقيقها آتيناك وحانك سيني من لدنا أكتين آنكا سيني ذكرا ذكرا معنا قرآن آيانكا سيني فوحا صورا كاغا ورمايا قرآن كان قفك إلهي أسيي وحي ددك هركو صغنائنا لن أيو أغانيا وقد آتيناك وحانك سيني إلهي سيدك محمد كاهو من لدنا أكتين آنكا سيني ذكرا آيانكا سيني وقرآن كالي ذكرا سو من أحرل عن روحي كجيسته أو رمي واي فإنه يسوي يحمله أو حمبارايو يوم القيامة قيامة مالنتيه وزرا عليس أو حمبارايو خالدين حالهم وكواراي فيه أي في عذاب الوزر وزر قاس عذاب كيس وساء وحان حماد اللهم أيقا يوم القيامة قيامة مالنتيه أحمادي حملا من حمل حق حمبارد وساء وان حماد وزر قاس اللهم أيقا يوم القيامة قيامة مالنتيه حملا من حمل حق حمبارد كاس يا حمادوي المخصوص بدم يا محذوف وزرهم هذا وي وران كاسو من أحرض عنه روحي كجيستو لإلهي قرآن كان قف كجيسته وحاوية مالين تقيام الدين بيو حنباريا وعذاب كيس أو كواراي فإنه يسوي يحملوا حنباريا يوم القيامة قيامة مالين تيذة وزرا أيو حنباريا دين بي أيو حنباريا حملا ثقيلا من الاسم وعوية عليس فربضن أود دين بي خالدين حاليين كو كواراي ضمير كي أهراء لعنا جمع لغدقي فيه أي في عذاب الوزر وي وزر قاس عذاب كيس وساء وحا حماضو لإلهي لوم أيقو حماضي يوم القيامة قيامة مالين تيذة حملا من حمل مثل حمبار حمبار أيها حماضي أو دوز رقاص الحمبار مرك هذا عشر كين انت سوكو إجهي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.